وزير الخارجية سامح شكري يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يحددون غداً موقفهم النهائي من قطر بعد التقرير الذي سيقدمه الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية لرأب الصدع الخليجي. رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عمر هبة يؤكد أن عائدات قضايا الفساد خلال 3 سنوات تصل إلى 11 مليار جنيه. مباحثات مصرية كينية للإعداد للجنة المشتركة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية. اليابان تعلن رفع حظر سفر مواطنيها للسياحة بمصر. التحقيق مع 36 من رابطة مشجعي نادي الزمالك الوايت نايتس بعد الإفراج عن 60 شخصاً من المقبوض عليهم في مسيرة الرابطة أمس. إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع أسفل كوبري باسوس بالقناطر الخيرية.